عليكم. انا دكتوره نعمات حجازي، استشاري علاج الاورام بجامعه اسكندريه. كلامي النهارده هيبقى موجه مني للجونيور ستاف كلهم، الدكاتره مش دكاتره الاورام بس، لان هي المني دايجنوسز او الايرلي البيست دايجنوسز اوف كانسر تو دايجنوز ذا كانسر ايرلي. ازاي اشخص الكانسر؟ هو ده المهم، او دي الستيب الاساسيه. كل ما الكانسر يتشخص في مرحله ايرلي كل ما هيبقى طرق العلاج احسن. فانا بقول لكل فيزيشن، وانس ان البيشنت جات لك بتشتكي من سيمتوم ديت او من اعراض، الاعراض ديت بقى لها مده طويله مش بتتعالج بالعلاج الاساسي، يعني مثلا مريضه عندها اسهال، عندها وجع من البطن، عندها كلكوعه في صدرها وما بتروحش، وانا شاكك انها مثلا خراج وما بتروحش بالعلاج الاساسي، لازم ابتدي افكر انها ممكن يكون كانسر. من الاعراض اللي احنا بنشوفها قوي في حالات الكانسر بريست انها ممكن تيجي خلال الحمل، وكتير جدا من الدكاتره الزملاء بيشخصوه ان هو اساسا ان هو خراج، وفي نفس الوقت ده ممكن ما يكونش خراج، ده بيكون نوع من انواع الشرسه من سرطان الثدي، وده اللي احنا بنسميه انفلاماتوري بريست كانسر. فاول حاجه لازم نحطها ان ممكن الدايجنوسيس اوف ذا كانسر شود بي بوت ان يور مايند. كمان مهم قوي عشان اشخص الحاجات، لازم اسال عن الفاميلي هيستوري للعيانين، لان البيشنت عندها مثلا هير ماذر، عندها سترونج فاميلي هيستوري، عندها اختها، عندها حد من العيله عندهم فاميلي هيستوري، لازم بوت ان يور مايند ان ممكن البيشنت دي يجي لها كانسر. من الحاجات اللي بقى فيها فاميلي هيستوري عالي جدا ان ممكن يكون عندي بريست كانسر، من سرطان الثدي، سرطان القولون، سرطان البروستاتا، او ان سرطان في الرحم. الحاجات ديت بيكون من فيهم جدا فاميلي هيستوري، فمهم قوي وانا باخد الهيستوري او تاريخ المرض من العيانه اسال هل حد من قرايبك عنده الموضوع ده، لان الكلام ده بيزود الريسك للعيانين. تاني حاجه من الحاجات اللي لازم نحطها، نو ايج از اميون فور كانسر، يعني ما فيش سن معين اقول عليه ان هو ده مانع من انه ما يجيلوش كانسر. ممكن يجي في الاطفال، ممكن يجي في الكبار، ممكن يجي في البنات، ممكن يجي في اي سن معين. تاني حاجه من الحاجات المهمه برضو لازم نحطها، ان الكانسر نوت انفكشن، يعني الكانسر مرض مش معدي، يعني البيشنت عندها كانسر مش معناه ان انا اقول خلي قرايبها، لا ده ممكن يعدي. فدي من الحاجات المهمه قوي ان اي حد فيزيشن عارفها، وان الكانسر مش معناها اند اوف لايف، لا ده الكانسر بيعتبروا دلوقتي حاجات من الامراض الكرونيك ديزيز. فمن المهم قوي ان انا كل ما اشخص الكانسر بدري كل ما اقدر اعالجه بدري. السلام عليكم.